ما زالت الثانوية العامة هي صداع المواطن المصري كل سنة في الوقت ده. البيوت المصرية بترفع ما يسمى بحالة الطوارئ. حالة طوارئ، لو عندك ابنك في ثانوية عامة أو بنتك في ثانوية عامة أكيد أنت رافع حالة طوارئ، أكيد ما حسيتش برمضان ولا حسيت بالعيد عشان يبدأ الطلبة النهاردة يبدأوا امتحانات الثانوية العامة مع أول مادة، مادة اللغة العربية. هاشتاج ثانوية عامة يتصدر الترند في مصر بعدد تغريدات حتى الآن قارب على 13,000 تدوينة. ورغم أن رئيس اللجنة أو رئيس نظام الامتحانات بالثانوية العامة صرح قبل أيام بأن الامتحانات السنة دي لن يتم تسريبها، إلا أن مع بداية امتحان اللغة العربية بعد مرور دقائق من بداية الامتحان تم تسريب الامتحان وتم نشره على معظم صفحات الغش الجماعي زي شاومينج وغيره من الصفحات. امتحان اللغة العربية موجود كاملا على السوشيال ميديا قبل نهاية امتحان اللغة العربية بحوالي 2.5 ساعة. هاشتاج ثانوية عامة، هاشتاج معيدناش عشان احنا في ثانوية عامة تصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت. سهى بتقول جايبين فيلم نجيبة ومتولي الخولي عشان لو حد نسى انه ثانوية عامة وراح يتفرج على التلفزيون ولا حاجة عشان احنا في عيد وكده. دي بعض من التويتات اللي سبقت الامتحان وطلبت الثانوية العامة بيبكوا على حالهم اللي الامتحان جاي بعد اجازة العيد مباشرة ولا حسوا بعيد ولا اي حاجة. تدوينا كمان تحت نفس الموضوع من عمر النجار بيقول بما ان مصر كلها بتحتفل بالعيد احنا كطلبة ثانوية عامة هنعمل عيد لوحدنا نحتفل فيه بعد الامتحانات، واي حد مش في ثانوية عامة هيفكر يحتفل معانا هنقتله. ده كان كلام عمر النجار وسخريته من وضع طلاب الثانوية العامة في مصر، واللي الامتحان كان اول يوم بعد الاجازة، اجازة العيد. الا بتقول كمية هابي عيد مش طبيعية. ما خلاص يا جماعة عرفنا ثانوية عامة ما جاش عليها عيد او ما جاش عليها العيد اصلا، فحسوا بينا شوية. ده كان بعض من معاناة طلاب الثانوية العامة في بلد رئيسها شايف ان التعليم ملوش لازمة في بلد ضايع، وبالنهاية بيتم تسريب الامتحان، واللي ذاكر زي اللي ما ذاكرش زي كل سنة نفس السيناريو بيتكرر.